السلام عليكم، انا اشرف ابراهيم وده المقبل الاقتصادي. حابب اشكر موقع مستقل على رعاية الحلقة، واللي ما يعرفش مستقل فهو موقع بتقدر من خلاله توظف افضل المستقلين العرب عن بعد. تقدر مثلا توظف مبرمج يعمل لك موقع على الانترنت، او ينفذ ويطور تطبيق موبايل، او توظف مصممين لتصميم شعار المشروع، وتقدر كمان توظف كتاب او مترجمين واي خبرات انت محتاجها لانجاز مشاريعك على الانترنت. لو حابب تعرف اكتر عن مستقل في رابط للموقع في وصف الفيديو لو انت بتتفرج من اليوتيوب، او في اول تعليق لو بتتفرج من فيسبوك. خلال شهر مارس الحالي 2020 اعلنت رئيسة اثيوبيا بدء ملء خزان سد النهضة في شهر يوليو القادم، واطلقت حملة لجمع التبرعات للانتهاء من بناء السد قبل موعده، ووصفت اكتمال بناء السد بمعركة ادوى لما اثيوبيا هزمت الجيش الاستعماري الايطالي سنة 1896، وقالت ان سد النهضة هو سلاحنا للتغلب على الفقر واملنا في التنمية المستقبلية. هنرجع لورا شوية من حوالي 9 سنين، تحديدا في شهر ابريل 2011 لما كانت مصر مشغوله بالربيع العربي، بدات اثيوبيا في غفله بناء سد النهضه على نهر النيل الازرق. ورغم صعوبات التمويل في البدايه، الا انها على مدار التسع سنين اللي فاتوا نجحت في بناء السد. ودلوقتي وصلنا للمرحله الاخطر في الامر، وهو ملء خزان السد دون التوصل لاتفاق يضمن حقوق مصر التاريخيه على مياه نهر النيل. قبل ما نتكلم عن مصادر تمويل السد اللي تكلف حوالي 5 مليار دولار، محتاجين نعرف الاول مكان السد الاثيوبي اللي بيطلق عليه سد النهضة وايه مواصفاته. المياه اللي في نهر النيل في مصر بتيجي من مصدرين رئيسيين، نهر النيل الازرق ونهر النيل الابيض، والاثنين بيلتقوا في السودان وبيصبوا في نهر النيل. نهر النيل الازرق بيمد نهر النيل بحوالي 70% من المياه، والمياه بتاعته بتيجي من بحيرة تانا في المرتفعات الاثيوبية. اهو النيل الازرق ده بقى هو اللي بيتبني عليه السد في منطقة بنشانغ والجوموز بالقرب من الحدود الاثيوبية السودانية. بعد اكتمال السد هيصبح اكبر سد كهرومائي في افريقيا كلها، ومن اكبر السدود الكهرومائيه في العالم كله، وهيولد حوالي 6000 ميجا وات من الكهرباء، يعني بنتكلم في حوالي 3 اضعاف الكهرباء اللي بينتجها السد العالي. وهتقدر اثيوبيا بكده تصدر كهرباء لدول الجوار، ودي من الحاجات اللي استخدمتها اثيوبيا عشان تقنع السودان بدعم بناء السد والانقلاب على الموقف المصري مؤخرا، تصدير الكهرباء للسودان باسعار رخيصه. طب ليه السد بيمثل تهديد وجود لمصر؟ لان حوالي 90% من ميه مصر بتيجي من نهر النيل، والخزان بتاع سد النهضة ده حجمه ضخم جدا، هيبلع حوالي 74 مليار متر مكعب من الميه. يعني الخزان ده عشان يتملي محتاج اكتر من سنة يفضل النهر يصب فيه هو لوحده. زي ما قلنا قبل كده، نهر النيل الازرق ده بيجي منه حوالي تلتين مياه نهر النيل. طب مين اللي بيبني سد النهضة ده؟ شركة ساليني امبيرجيلو الايطالية، وهي اكبر شركة للهندسة والمقاولات العامة في ايطاليا، واحدة من اكبر شركات البناء والتشييد في العالم كله. وبنت سدود تانية في اثيوبيا، ولكن مش بنفس الحجم بتاع سد النهضة ده، زي سدود جلجل جايب 2 و3. السؤال المهم هنا، ازاي اثيوبيا قدرت تمول سد النهضة؟ في البداية لما بدأت اثيوبيا البحث عن مصادر تمويل اجنبية، واجهت صعوبات كبيرة، لان المؤسسات الدولية والدول الاجنبية كانت مترددة في المشاركة في مشروع ينبئ بمشاكل مستقبلية، وقد لا تستطيع اثيوبيا الفقيرة اللي ما عندهاش ملاءة مالية جيدة انها تقدر تسدد في حال عدم استكمال بناء السد. عند النقطة دي قرر رئيس الوزراء السابق ميلس دينوي الانتقال الى التمويل الذاتي بطريقة غير اخلاقية كما وصفها البعض. لجأت الحكومة لتمويل السد عن طريق طرح سندات للمواطنين في الداخل وفي الخارج بفايدة من 4-5% وفي سنوات بتتراوح من 5-10 سنين، وتم تشجيع الموظفين الحكوميين على تخصيص شهر او شهرين من رواتبهم لشراء سندات السد. والحكومة روجت للامر باعتبار ان المشاركة في المشروع الوطني ده يعتبر اظهار للوطنية، ورغم رواتب الموظفين التعبانة وتكاليف المعيشة الغالية، الا ان الحكومة كانت بتجبر اللي يرفض شراء السندات على الشراء، وكان بيتم خصم جزء من رواتب الموظفين المدنيين دون موافقتهم اصلا. وكمان قامت الحكومة الاثيوبية بالزام القطاع الخاص زي البنوك المحلية ومؤسسات الاعمال بشراء ملايين السندات، بالاضافة طبعا لجمع كتير من الضرائب، ولجأت لاصدار سندات للمغتربين والاجانب من اصل اثيوبي والمنتشرين في بقاع الارض، والمعروفة باسم سندات الشتات، وساهم
في جزء كبير منها يهود اثيوبيين عايشين في اسرائيل. كانت انتشرت اخبار في اواخر 2017 عن مشاركة بنوك مصرية في تمويل السد وفقا لوثيقة اثيوبية جات فيها اسماء 6 بنوك عاملة في السوق المصري، والحقيقة ان الكلام ده كان غير صحيح مطلقا. كل ما في الامر ان الوثيقة دي كان فيها قائمة باسماء بنوك اجنبية يقدر الاثيوبيين اللي عايشين خارج اثيوبيا انهم يشتروا سندات الحكومة من خلالها. اما الجهات الاجنبية اللي ساهمت في تمويل السد فكانت البنوك الصينية اللي دفعت حوالي 1.8 مليار دولار لشراء الاجهزة اللازمة للتوربينات ومحطة الكهرباء. وفي خلال 2018 و2019 كانت اثيوبيا بتعاني من نقص التمويل، وكان في كلام كتير عن ايقاف البناء في السد، ولكن مؤخرا يبدو انها حلت المشكلة وبالزيادة كمان. في ديسمبر اللي فات 2019 حصلت اثيوبيا على برنامج لصندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، وهو واحد من اكبر البرامج في تاريخ الصندوق في افريقيا على بعضها. وفي مارس الحالي 2020 اعلنت مؤسسة تمويل التنمية الدولية، وهي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الامريكية وبمباركة ودعم الرئيس الامريكي ترامب، عن استثمار 5 مليار دولار في اثيوبيا لمواجهة النفوذ الصيني هناك. الوكالة الامريكية دي تم انشائها حديثا، يعني في ديسمبر اللي فات 2019، يعني لسه مولود اول امبارح تقريبا. واول عملياتها في افريقيا كانت ضخ المبلغ الضخم ده في اثيوبيا رغم احتضان الولايات المتحدة لمحادثات سد النهضة بين مصر واثيوبيا، واللي انتهت بعدم حضور اثيوبيا جلسات الحوار مؤخرا. ومش بس كده، وزير المالية الاثيوبي احمد شايد بيقول ان دي مجرد بداية فقط، وان الولايات المتحدة هتضخ اكتر من 5 مليار دولار في السنوات الثلاث الى الخمس القادمة، وانهم عايزين يستثمروا في قطاعات الاتصالات والطاقة واللوجستيات والسكر وغيرها. ومعروف ان ضخ الوكالة الامريكية للمبالغ دي معناها اعطاء ضوء اخضر لدخول مزيد من رؤوس الاموال الاجنبية الغربية تحديدا لاثيوبيا، مستغلين طبعا انشغال الصين بكارثة فيروس كورونا اللي هيأثر على اقتصادها لباقي 2020 على الاقل. وفي الشهر اللي فات فبراير 2020 وزير الخارجية الامريكي مايك بيمبيو قال في اديس ابابا عاصمة اثيوبيا ان الولايات المتحدة بتعرض بديل جذاب للاستثمار، وقال حرفيا ان الدول الاستبدادية جاءت بوعود فارغة وشجعت الفساد والتبعية. الراجل طبعا كان يقصد الصين وبيعرض ان الولايات المتحدة تدخل كبديل ليهم، وده للأسف اللي بيحصل دلوقتي. الاموال الضخمة اللي بيتم ضخها في الاقتصاد الاثيوبي اللي يعتبر واحد من اسرع الاقتصاديات في افريقيا هيساعد في اتمام بناء السد قبل ميعاده كمان في 2023، وهيخفف من الضغوط الاقتصادية الداخلية اللي بتتعرض لها حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد اللي بيعرف يلعب على كل الحبال. في النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة.